اليوم راح نتكلم عن موديل جميل جدا من شركة جراند سيكو، موديل SPG-W289J made in Japan. سنة الإصدار لهذا الموديل هو بمناسبة 55 سنة لأول إصدار لهذا الموديل، كان عام 1967، إصدار خاص جدا وأيضا Limited Edition 1200 حبة حول العالم. راح يكون بلون وردي مميز وأيضا مقاس خارج عن المألوف ومقاس جدا جميل ومميز جدا جدا جدا، لساعة جميلة جدا من شركة جراند سيكو. طبعا هذا الموديل راح يكون من تصنيف الهيرتج، تابعونا راح نستعرض الموديل بشكل كامل ونشوف أبرز التفاصيل وأبرز المميزات مع بعض، بالإضافة إلى الأسعار الخاصة بهذا الموديل. الآن راح نستعرض الساعة عن قرب نشوف أبرز التفاصيل والمميزات الخاصة فيها وهي تحت التلسكوب. طبعا راح نشوف الساعة كاملة. طبعا هنا عندنا الجراند سيكو اللي هو راح تكون طبعا مثل ما احنا شايفين، اللي هو طبعا راح يكون فيها تتش جميل جدا بالنسبة للمينا، وأرضية بلون وردي رائع ومميز مثل ما انتم شايفين. طبعا مبدئيا راح نشوف احنا مع بعض الأطراف الانديسيس مثل ما احنا شايفين معمولين بطريقة جميلة ومميزة مثل ما انتم شايفين، معمولة بطريقة رائعة. ايضا بالنسبة للهاندز مثل ما انتم شايفين، الهاندز معمولة بطريقة شارب، معمولة بشكل واو، صراحة جميلة جدا مثل ما انتم شايفين، من الطرفين محدودة ومعمولة بطريقة مميزة جدا. حتى الانديسيس الفوق معمولة بطريقة جميلة جميلة جدا. ايضا الشعار معمول بحرفية مثل ما انتم شايفين. شوفوا الارضية يا جماعة، هذا بالنسبة طبعا للهاندز، انديسيس اطراف، شيء جميل جدا. شوفوا حتى هذا لما نتكلم عن التتش الياباني بجراند سيكو، شيء مميز جدا، حاجة رائعة رائقة 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 فعلا. الساعة رائقة، من أجمل الساعات اللي أنتم ممكن تصادفونها، شيء مميز جدا ومتميز. Limited Edition 1200 حبة حول العالم، تستاهل أنها تكون بهذه الجمال وبهذه الطريقة وبهذه الروعة صراحة. حبينا نضيف الفقرة هذه على أساس أنكم أنتم تشوفون الشكل كامل مثل أنتم شايفين. شوفوا كيف الفينش صاير، شيء مميز 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 جدا. الآن راح نبتدي نستعرض الساعة عن قرب ونشوف أبرز تفاصيلها وأبرز مميزاتها الخاصة بهذه الساعة الجميلة Limited Edition 1200 حبة حول العالم. طبعا مثل ما احنا شايفين الساعة إليجنت بشكل كبير جدا، ساعة جميلة ومميزة، لون رائع جدا. احنا جالسين نتكلم يا جماعة عن لون وردي مميز، مو من الألوان الوردية اللي ممكن تكون أي لون وردي، ولكن لون وردي رائع جدا. طبعا مبدئيا مثل ما احنا شايفين الكيس ويا البانتس راح يكون بهذه الطريقة الجميلة المميزة. طبعا مثل ما احنا شايفين برضو القفل راح يكون بهذه الطريقة. طبعا احنا نتكلم على ساعة جراند سيكو،
وراح نتكلم على ساعة مميزة جدا، طبعا شعار جراند سيكو محفور، نعطيكم زوم بسيط، شعار جراند سيكو محفور على القفل مثل ما احنا شايفين، وايضا مثل ما احنا شايفين القفل معمول بهذه الطريقة، جودة في الصنع بشكل كبير جدا ومتميزة. طبعا بالنسبة للكراون مثل ما احنا شايفينه، ايضا الكراون راح يكون محفور عليه جي اس مثل ما احنا شايفين، معمول بطريقة جميلة ومميزة. وطبعا احنا نذكر لكم ان الساعة معمولة اس هاند ميد، كل الساعة على بعض معمولة هاند ميد، فهي بتكون من اجمل الساعات اللي انت ممكن تقتنيها. لا ننسى ان الساعة جالسين نتكلم على 1200 حبة حول العالم، بمعنى انك انت راح تكون شخص من ضمن 1200 شخص متميزين في هذا العالم بهذه الساعة الجميلة المميزة. طبعا مثل ما احنا شايفين الساعة بتكون بهذه الطريقة، المقاس يعتبر صغير للأيادي الصغيرة طبعا، لأنها بتكون ساعة كلاسيكية، بالإضافة طبعا ان ما فيها تاريخ، فكرتها طبعا انها بتكون ساعة ايفنت او سهرات، فأساس كذا بنلقى الساعة بهذه الطريقة. طبعا مثل ما احنا شايفين الكيس معمول بطريقة جميلة جدا، نعطيكم عليه زوم، مثل ما انتم شايفين الكيس عمل بطريقة رائعة مثل ما احنا شايفين، خليني اوريكم كيس معمول بفينيشينج روعة جدا جدا جدا. ايضا نشوف الزجاج مع بعض مثل ما انتم شايفين، ساعة مميزة 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 بشكل كبير جدا ورائعة مثل ما انتم شايفين. ساعة ما عليها غلطة، تتش اللي فيها جميل جدا، شكل الساعة رائع ورايق، من الساعات المتميزة صراحة، يعني حتى البريسلت معمول بطريقة مميزة جدا. خلينا ننزل نشوف مثل ما انتم شايفين، شوف البريسلت شيء مميز شيء مميز شيء مميز، فعلا ساعة مميزة ومتميزة بنفس الوقت مثل ما انتم شايفين. خليني اعطيكم زوم بس تشوفون الساعة على الأرضية، ساعة واو صراحة، ساعة واو، ساعة مميزة جدا مثل ما انتم شايفين، التتش اللي فيها، الانديسيس معمولة بطريقة متميزة جدا ورائعة، تستاهل أيديكم، فعلا ساعة رائعة ورايقة بنفس الوقت، لا تفوتكم لأنها 1200 حبة حول العالم فقط لا غير. الآن راح نبتدي نستعرض الملحقات الخاصة مع هذا الموديل الجميل، اللي راح يكون طبعا علبة جميلة فاخرة من جراند سيكو محطوطة بهذه الطريقة. طبعا العلبة هذه راح تكون علبة من ورق مقوى، جودة جدا عالية ومتميزة. طيب راح نفتح العلبة عشان نعرف محتوياتها، راح نلاقي المحتوى الأول اللي هو راح تكون طبعا ورق الرز، هذا طبعا المشتهرين والمتميزين في اليابانيين، بتكون العلبة بهذه الطريقة، علبة جميلة قوية ومتميزة بنفس الوقت، بيكون مغلفة طبعا مثل ما احنا شايفين بورق رز، العلبة بتكون بهذه الطريقة مثل ما انتم شايفين، علبة مميزة رائعة جميلة تليق بجراند سيكو. طيب ومعانا ورق الرز، هذا متكلم عن يابانيين، فكل شيء عندهم جميل 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 مميز صراحة. متبقي من علبة راح يكون عندنا قطعة قماشية للتنظيف، قطعة ثانية تغلف فيها الساعة، تتركب الساعة فيها وتغلف، تكون بهذه الطريقة محفور عليها كلمة جراند سيكو مثل ما احنا شايفين. بعدها يا طويلين العمر يكون عندنا رسالة من الشركة، بالإضافة طبعا إلى
بتكون عندنا طبعا شهادة ان هذه الساعة، طبعا هي تيجي الشهادة فقط على المانيوال وايندينج، وايضا تجي الشهادة على الهاي بيت، فراح يكون معانا الشهادة هذه تمام. وايضا راح يكون معانا اخيرا وليس اخرا، راح يكون معانا البوك مانيوال. طبعا احنا جالسين الان نشوف الساعة مثل ما احنا شايفين في اللبس في شكلها، ولا اروع، ساعة صراحة مميزة، لون مميز، شكل مميز، فينيشينج مميز، كله على بعضه مميز. ساعة جميلة 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 فعلا. يعني إذا أنت شخص تهوى الساعات مقاس صغير، ساعة كلاسيك كإيفنت وكذا، وساعة مناسبات وسهرات، أنصحك فيها وبقوة. ساعة صراحة جميلة جدا، يعني خلاص الناس زهقت من كثرة الساعات اللي هو أبيض أسود أسود أبيض. خلونا ندخل في التتش الياباني الجميل المستوحى دائما من الطبيعة، وهذا لما الياباني يفكر إنه يستوحى من الطبيعة يعطينا الساعة الجميلة هذه المميزة المتميزة، ساعة بفينيشينج ولا غلطة ولا غلطة. استعراض آخر الفيديو، أكشن. استعرضنا الساعة الجميلة هذه المميزة الرائعة اللي فعلا ساعة جميلة جدا تستاهل 1200 حبة حول العالم، لن تتكرر أبدا. ساعة جميلة مميزة وبتتش جميل وراقي ورائع مستوحى من الطبيعة، شيء جدا 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 جميل لن فعلا يتكرر. عزيزي راح تكون من ضمن 1200 شخص يقتني هذه الساعة الجميلة. إذا حبيت هذه الساعة، إذا حبيت تسأل عنها تستفسر عنها، تواصل معنا وراح يكون في شيء جدا جميل لو حبيت أنك تقتني هذه الساعة. حبينا اليوم نعرض لكم ساعة من ساعات جراند سيكو، قلنا لكم أن احنا ودنا أن احنا نعرض لكم هذا الموديل الجميل المميز. اليوم استعرضنا مع بعض، استعرضنا كل تفاصيل الموديل، شفنا الباكج الخاص بهذه الساعه ومميزاتها وتفاصيلها. لاي سؤال او استفسار اتمنى منكم التواصل معنا على الارقام الموجوده على الحسابات. اتمنى فيديو اليوم يكون اعجبكم، شكرا لكم حسن الاستماع، اتمنى لكم ليله سعيده وامسيه ممتعه، في امان الله.